يعني شعور لا يوصف. خط صد أول بالمفراس تعيينا، يعني بالمفراس خط صد أول، أول من يستقبل حالة كوفيد 19، ثاني من يفحصهم الأخ مهند. بس للأسف تروح تراجعهم على مود كتاب، هذا قدمنا كتاب، ما أدري واضح لو لا، قدمنا كتاب يوحي أنه إحنا بعد خط صد أول يعني مفروض مشمولين على الأقل بمنحة أو في القطاع الأراضي. للأسف يقولون أنتم ما لكم حق، يعني لأن بعد أمركم الوزاري ما صدر وما مشمولين. يعني هذه رسالة نوجهها إلى كل من يهمه الأمر يعني، ولا كافة المسؤولين. يعني شوفوا حل، لأن هسه راتب مشينا لكم ما أريده، يعني مو ما أريده بس ما طالبنا به، لأن على الموازنة. بس على الأقل هاي المنحة تحفيزيا، مو لا أكثر لا أقل، تحفيزيا، مجرد تحفيز، لأن تعبنا، تقول بالله تعبنا. وخط صد أول ها بالمفراس، بعد وين نصير؟ ما تقول لي يعني حتى تحسب لنا ولو شيء بسيط. أنتوا الكلمة، الكلمة للآن ما مقدمينها بحقنا، الكلمة هاي الكلمة اللي هي كلمة صدقة ما قدمتوها لنا للأسف.